أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا لم يعرف أيهما الأول، المسجد أم القبر، فماذا يكون العمل؟ يتجنب هذا المسجد، يهدم. إذا لم يعرف أيهما السابق يهدم المسجد، يهدم المسجد ويترك القبر في مكانه، لأن القبر فيه ساكن وهو الميت، والمسجد لا يضر إزالته، يزال ويبنى في مكان آخر. لكن نقل الميت من قبره هذا فيه ضرر على الميت، فيه نعم، فتقدم حرمة الميت تقدم. نعم.